نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني صورة جديدة ببين فيها مع مرته ملكة جمال لبنان السابقة كولات بولوس، وكشف عاصي انه رح يكون في كليب جديد مع كولات وولادهم، وقال قصة حبنا وحياتنا مع ماريتا ودانا والوليد من الحجر المنزلي قريبا بتشوفوها ضمن كليب وغنية جديدة. وبدورة كولات نشرت الصورة على صفحتها وقالت قصة حبنا بعد 25 سنة بفيديو كليب جديد قريبا، انطرونا. قالت الممثلة المصرية عبير صبري لموقع الفن انه شخصية الام اللي بتجسدها بمسلسل خيانة عهد هي تحدي كبير لإلها، وبعيدة عن شخصيات الامات اللي تعودنا نشوفها، وهي الام اللي بتهتم بحالها اكتر من اهتمامها بولادها، ودايما بتستعرض جمالها من خلال تيابها. عبير تلقت ردود فعل كتير حلوة على ادائها المميز لها الشخصية. أكدت الممثلة السورية ليليا الأطرش أنه ما عندها مشكلة بأنها تقول عمرها الحقيقي، واستغربت كيف في نساء بخبوا عمرهم الحقيقي وكأنه سر كبير. وقالت ليليا لموقع الفن أنها خلقانة سنة 1981 وصار عمرها 39 سنة ومضت نص عمرها بالتمثيل. قالت الممثلة اللبنانية نور أنه الفنان المصري محمد رمضان ممثل مميز وموهوب، ولما منحضر مسلسل البرنس اللي هو من بطولتها وبطولة محمد منلاقي شخصية رضوان البرنس اللي بجسدها محمد بالمسلسل مختلفة وحلوة كتير، وهو بقدمها بشكل رائع ومميز. بعد الإعلامية الكويتية مي العيدان عم بتهاجم الممثل المصري رامز جلال بسبب برنامج المقالب اللي بقدمه رامز مجنون رسمي، ونشرت مي صورة كانت انتشرت من قبل لرامز من دون ما يكون في تأكيد انه اللي معه بالصورة هي مرته، وعلقت مي على الصورة وقصد مرته بكلامها وقالت ما بعرف ليش بحس حياتها معه فيلم رعب. مات نجم بوليوود ريتشي كابور عن عمر 67 سنة من بعد ما كان عم يتعالج من مرض السرطان بنيويورك. ريتشي من عائلة فنية معروفة كتير، ومن أشهر أعماله السينمائية بوبي وتشاندني. شكل ريتشي ثنائي ناجح على الشاشة مع مرته الممثلة نيتو سينغ، وابنهم هو الممثل رامبير كابور. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليصلكم كل جديد.